صباح الخير نور. هاي جاد، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. اول شيء نور، رح بلش اول سؤال معك من كيف بلشت مقدمتي. Yes. نور، قديش صعب اليوم تقدر تفوتي على الساحه الفنيه وتثبتي حالك بزمن كله هلا سوشيال ميديا وترندز وتيك توك وبطل بس زمن مسارح وفن ومهرجانات؟ صراحه جاد كثير صعب هالشيء، وخصوصا انه في كثير عالم عم تجرب، في كثير عالم موهوبه وعبالها انه هذا الحلم تكون عم تحققه بمحل وتبين. صعب لأنه بطل في الوسائل اللي كانت موجودة قبل، يلي العالم اللي صرنا نحن بنعرفهم هلأ قدروا يمشوا فيها ليوصلوا. فمثل ما قلت، زمن السوشيال ميديا هلأ كتير كتير مهم وكتير عم يطغى على كل شيء. ف being active على السوشيال هو is a very essential part. هذا الشيء كان بارت كبير بمسيرتك الفنية اللي بلشتيه عن جديد. يمكن نور، قديش ساعدك السوشيال ميديا لتقدر توصل أنت صوتك للعالم، أو قديش يمكن ضرك بمحل معين؟ ما فيني أقول ضرني، يعني أكيد فادني أكتر بكتير، لأنه أصلاً أنا بلشت من أنا وصغيرة بنزل كوفرز على يوتيوب قبل ما يصير في إنستغرام وننزل على إنستغرام. بس كتير ساعدني لأنه الإكسبوجر اللي بيطلع لك إياها، وكل العالم هلأ على التليفون وعلى السوشيال ميديا أصلاً. صحيح. يعني هو الوسيلة، ما بدي أقول الوحيدة، بس هي أكتر وسيلة عم تقدر أنه تخليك تكتشف مواهب جديدة، إن كان بالغنى، بالطبخ، بالرقص، بشو ما كان. مظبوط. بس هلا نحن كمان عم نعرف مواقع التواصل الاجتماعي صارت اكثر اغاني ترندز واغاني، هلا صرنا بزمن فيوز. صح. انت بتعرفي يعني اللي عنده فيوز كبير صار منعده نحن فنان. مزبوط. للاسف. مزبوط. هذا الشيء شوي يمكن الاصوات الحلوه ما عم تاخذ حقها بهذا الموضوع، مع انه نحن بنعرف نور انه انت على السوشيال ميديا ماشي حالك وعم تنعرف كثير، وهذا الشيء عم بيساعدك. فقديش صعب تظهري من السوشيال ميديا وتصيري على الساحة الفنية وتقدر تصيري شباك تذاكر وتعملي حفلات والعالم تروح بدها تحضر نور؟ ليك طريق صعبة صراحة كتير، بس مثل ما قلت القصص هلأ كيف عم تمشي، بدك تخترع ترند، شي يعلق براس العالم يصيروا عم يغنوا بلا ما يفكروا مثلا. صحيح. أو شي تشوفه يعلق بالراس. وهذا الشيء عم يصير مثلا كثير عم نشوفه على تيك توك هلا. مزبوط. بتكون في غنية مثلا عمرها يمكن 20 أو 30 سنة، بتبلش تشوفها على فيديوز لسه عم يستعملوها، عم يعملوها ريميكس، بجددوها يمكن، بجددوها بطريقه. بتلاحظ كل العالم صاروا عم يستعملوها، فهلا بدك تفكر بهيدي الطريقه كرمال تقدر توصل اسرع للناس. بس انا بحس يعني الاهم شيء الكونسستنسي، انك تضلك على طول عم تنزل قصص، عم تجرب تلاحق الترندز لحتى العالم يضلوا مذكرينك، وتضلك عم تطلع بوجهن انه السوايب كثير هينه انك تقفي. مزبوط. هلا انت اكثر شيء عرفتي نور على السوشيال ميديا بالماشابس اللي بتعمليهم. صح. كيف هيك قررتي تفوتي بهذا المجال؟ يمكن تاثرتي بحدا او شيء، شفتي حدا عم يعمل هذا الشيء؟ ليك شو، انا وصغيره، وهلا كنت عم بحكي مع حدا تحت الهواء انه عم اقول انا من انا وصغيره بغني انجلش كنت. بس كبرت شوي وانا ماي داد بغني، بس بغني عربي، وشجعني كثير انه ليه ما بتغني عربي، انه بالنهايه انه انا لبنانيه وهيك. فجربت غني عربي وكثير حبيت، ومن وقتها حبيت ادمج الغنى الانجليش بالغنى العربي. حلو. ونعمل هيدا الفيوجن، وبفتكر العالم بحبه كثير هيدا الشيء. طب شو رايك نور هلا هيك حكينا كثير، خلينا نسمع هيك شيء ماشاب صغيره. اوكي اكيد. يلا. بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كسبت كل شب، بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح لها بيطلع كذاب وما بينحب، بيقلي أنا واكن شيت شو كثير حلو. Thank you. يعني اسم الله على صوتك نور. Thank you. انتبهت كمان بتنقي قصص اكثر شيء ترندينج على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، وين ما كان العالم كثير بتسمع. العالم بتتحمس تسمع. Exactly. يمكن العالم ما بدها تسمع الغنية كاملة، سو هذا شيء بيساعد انه نعمل نحن قطشه من هون قطشه من غنية. Exactly. وعربي وانجلش، يعني بنسيب عده ستايلز اذا بدك. Yes. نور كمان اشتغلت اغاني اوريجينالز لك. مزبوط. و
وشي غريب عملت شغل كتير حلو. مزبوط صح. خبريني شوي كيف اشتغلناها وشو عملنا فيها. هي أول غنية كيف بنسى. صحيح. من كلماتها وألحانها ومن توزيع سليمان دميان. كتير حلو. اللي بوجه له تحية كتير كبيرة. كيف بنسى هي عبارة عن أغنية كنت حاسة بشي عم بقطع فيه وكلنا كنا عم نقطع فيه، إنه تخسر شي أو حدا أو وما تقدر تنسى أو تتخطى وهيك. وكنا قاطعين بفترة كورونا وعم يصير في كتير قصص استوحيت هذا الشيء من العالم أكتر شيء، ومن القصص اللي عم بتصير العالم عم تفل وتسافر وتهاجر وعم نخسر كتير أشياء. فاشتغلت هيدا الغنية ونزلتها، وصراحة الأصداء يعني كانوا كتير ما توقعت هالقد، يعني صارت وصلت 1 مليون على يوتيوب فيوز اوريدي. كثير حلو. والعالم بعدهم لليوم بيستعملوها حتى على السوشيال ميديا، على انستغرام بيحطوها ريلز وهيك. فانبسطت انه قدرت توصل للعالم بالطريقه اللي انا كان بدي. كانت اول مره بتكتبي وبتلحني شيء وكان لقلك وبتفكر تكفي بهذا الشيء؟ عبالي كثير، بس انا بصراحه بستصعب اصلا اني اكتب، يعني بستصعب اعبر. بس انا بالنسبه للموسيقى هي الطريقه الوحيده اللي اقدر اعبر فيها عن انا المشاعر طبعا. ويمكن انت استفدت من ظرف معين خليك تقدر انت تعبري اكثر من ورا اللي كان صاير معنا. غنيتك شيء غريب تاني، كيف وصلتي له كمان؟ شيء غريب، سمعت الديمو تبعيتها، هي من كلمات والحان تيم وتوزيع كمان سليمان دميان. ومن اول ما سمعت الغنيه حسيت بفايب كتير مهضومه، حسيت بشي غريب لانه هي اصلا غير عن كيف بنسى، اذا بتلاحظ انه غير ستايل. صح. اتس مور هيك اب بيت. فبس كتير حبيت الفايب تبعيتها وحسيت انه لا عبالي هالغنيه يكون انا عم غنيها. فاشتغلناها مع سليمان وطلعت صراحه كمان كتير كتير حلوه. بتحس الاغاني بتشبهك كتير، بتشبه شخصيتك نور؟ ايه، ما بحس بقدر اغني شيء مني حسيته او ما بيشبهني، يعني بسمع كتير اغاني ومش يعني كيف يقولوا I don't relate to all of the songs اللي بسمعهم. okay. So بجرب نقي قصص بتشبه شخصيتي، الستايل اللي أنا عم جرب امشي فيه كمان. اوكي okay, نور خلينا نشوف هيك قطشة من شي غريب ومنرجع من كفة. لما حد يلاقيك بجرب أنا أحكيك، بتفركش بكلماتي بنساك، لا مدري شو عم بيصير مش عم لاقي تفسير، خدني نور الميوزك فيديو كله حياة وكله ألوان وكله عن جد شيء غريب. يعني أنت بتحس هيدي حياتك ملونة كل الوقت، مبسوطة كل الوقت هيك، أو بدك تبين هذا الشيء للعالم بس لتريحيهم؟ لا مش هيك، كلنا بنقطع بأوقات مبسوطين وأوقات مش مبسوطين وأوقات أسود وأبيض. بس أنا بضل شوفك عم تضحكي لك بالكفرز على السوشيال ميديا. جرب أكيد، لأنه بدي جرب أنه وصل هالبوزيتيفيتي للعالم. بس هيدي الغنية بالتحديد لأنه قلت لك حسيت أنه هيك كتير فرحة، فحبيت أنه بالفيجوالز كمان كون عم جرب وصل انه الفكره. وكمان اشتغلنا على الستايل والتياب انه كمان يكونوا فيهم الوان. هيك بتنغر منور؟ كيف قصدك هيك؟ يعني بهالطريقه بالكلام اللي عم تقوليه انه شيء غريب ما بتعرف ايمتى بتنغرمي، او هذا شيء ما خصه بس انه هيك غنيه حبيتيها؟ بلا بلا يعني. بلا اكيد انت وانا وكلنا بنقطع اكيد بتتعرف على حدا يمكن بتحس له شيء، كلنا بنقطع بهول الظروف. كثير حلو نور. عندي سؤال لك، كل حدا بتعرفي كل فنان عم يطلع جديد او عم بجرب يفوت على الساحه الفنيه بيتاثر بفنانين. اذا بقول لك سمي لي صبيه وشاب مأثر انت فيهم او بتحب تغني لهم او بتحب تسمعي لهم اغاني، امي بتقولي لي لك في كثير اكيد، يعني ما فيني اذكر الكل، بس اذا بدي نقي حدا بحس انا بيشبه يمكن انا شو بحب كون عم بعمل، بحس نانسي عجرم بحب الستايل تبعه كثير، الأغاني تبعها كيف بتلبس شو بتعمل هير شوز. وإذا شاب بحب كتير الأغاني والألحان تبع زياد برجي. تحس هيك بيشبهونا؟ إيه بيشبهوا أنا شو بسمع وشو بحب غني. فينا نسمع شيء هيك أكابيلا منك لحدا منهم؟ في سامعك غنية أكشلي زياد هو اللي كتبها لنانسي، يا غالي علي. صحيح. يلا. يا غالي علي شو صار لك حبيبي، تعلمت القسي ما بتسأل علي، نسيني هجرني ومنك حاسس فيه، وما بخطر عبالك
ليش بعدك ببالي يا اسأل عن أحوالك وعم حبك لحالي ولحالي ما في اتحمل قاسي يا غالي علي يا غالي علي. يعني جماعتي نانسي وزياد بنفس الغنية يعني ايه 100% صبتيها على القد. يعني انا اذا بدي اطلب مني غنية بغنية ما خليتيني اطلب مني غنية ثانية بس لانه بحبهم الاثنين وبعرف انه هو كاتب لها يعني جمعولك بغنية وحبيت الغنية. نور اليوم نحن كلنا بنعرف الطريق طويلة لنوصل للفن، وأكيد بعد عندي كتير أعمال أنت رح تكوني عم تشتغلي عليهم، حسب ما قلتي لي هلا من شوي إنه في شيء عم يتحضر. في شيء عم يتحضر. فينا نعرف هيك شوي تفاصيل عنه؟ أكيد ما فينا أعلن كتير تفاصيل، بس في غنية كتير أنا عزيزة على قلبي وبحبها وعم تتحضر مع نبيل خوري، هو كاتبها وملحنها، وتوزيع سليمان دميان. وأنا من أول ما بلشت كتير على بالي أكون عم بشتغل غنية مع هالشخصين، لأنه الكومبينيشن الشغل كتير بتشبهنا، كتير بنفهم مع بعض ميوزيكلي أنا ونبيل وسليمان، فطالع شغل عن جد كتير حلو، كتير متحمسة له. وقريباً؟ لازم قريباً إيه. فينا نسمع شيء؟ لا. بعد لأنه جملة كلمة شيء هيك قطشة للـ LBCI. ما بقدر أبداً. أبداً؟ ما فيك تقطعي لنا شيء؟ الغنية بتحكي. طب خبرينا إيه عن شو بتحكي؟ أوكي. رح أسألك أنا سؤال وبيعبر عن هاي الغنية عن شو بتحكي. أوكي. انت بس توقع بموقف بحياتك، اوكي، قلبك عم يقول لك تعمل شيء وعقلك عم يقول لك تعمل شيء ثاني، انت لمين تسمع عادة؟ لعقلي. لعقلك؟ يس. الغنية اسمها شو الحال؟ يا العقل يا القلب ما بعرف شو ماشي. الحال كثير حلو. نور رح نعمل اغاني، رح نشتغل على السوشيال ميديا، رح نعمل حفلات، يمكن قديش صعب نقدر نوصل نحن مثل هلا الفنانين اللي بنسميهم نحن كلاس اي، فنانين صف اول، يعني قديش صعب بهذا الزمن هلا مثل ما كنت عم اقول بالمقدمه انه ما عندنا صبايا بالساحه الفنيه، وهذا تشالنج كبير لكم. صح. تحدي يمكن تثبتوا حالكم مع هدول الفنانين الصف الاول، هذا الشيء عم تستصعبيه ولا حسيتي انه شيء سهل بالنسبه لك؟ هو منه سهل صراحه، منه سهل، لانه كمان مثل ما حكينا باول الحلقه انه بطلوا الوسائل هي ذاتها مثل قبل. يعني بده الواحد يضله على طول عم ينزل اغاني، اغاني حلوه بتشبهه، يضله هو صادق مع حاله، والعالم يعني اذا عم تحب الاشياء اللي عم بعملها اكيد طويل الطريق، بس انا بحس انه بقدر، انه ان شاء الله بقدر اوصل. ان شاء الله اكيد. الله يوفقك نور. نور رح ارجع لغنيتك الاولى اللي انت كتبتيها واللي انت ملحنتيها. غنيتك الاولى نور شوي هيك مثل بالاحلام وبغير محل، يعني هذا الشيء خلاك انت تعملي وصل بين الكورونا والازمه اللي نحن كنا عايشين فيها لتوصليها للعالم انه تريحيهم انه رح نخلص من هذا الشيء او شو، فسري لي اكثر. انا هي الغنيه تقول لك شو على القد، يعني صار في كثير احداث ببيروت، انا قبل ما انقل انا بطلت عايشه بلبنان، بس صار في كثير احداث خلتني احس انه انا عم بخسر كثير عالم، عم بخسر اشياء، عم بخسر يمكن انه بلدي مثلا فيل اللي تركته، فهيدا الاتاتشمنت اللي انا بحسه النوستالجيا جربت هي حطها بهيدي الغنيه. عم تقولي كيف بنسى؟ عم اقول كيف بنسى لانه ما عم بقدر انسى كثير عالم وكثير مواقف وكثير اماكن يمكن، وكلنا قاطعين، يعني انا رفقاتي مثلا بخبروني بشوف عالم، استوحيت من كل هالامور وقدرت حطهم. وبالميوزك فيديو كمان جربت العب على فكره الرياليتي والدريم مثل ما انت قلت بالاول. صح. انه في شيء واقعي عم عيشه بس في شيء براسي ما عم بقدر شيله من راسي، فجربت انه فيجوالي كمان كون عم بقدر اوصل هيدي الفكره من خلال خلينا نشوف هيك مقطع أكيد. من الفيديو من كف يعني. نور كتير حلو الميوزك فيديو، بياخذنا لمحل تاني، يعني ما عم تعيشينا شيء. يمكن قليل اللي عملوا هذا الستايل
بلبنان لنقول انه عم تجربي انت تخلقي ايدنتيتي لإلك شيء بس بيشبهك لإلك مزبوط؟ صح مزبوط. شوي مستوحية عم اقول لك من لانه كثير بسمع غربي وبحضر غربي يعني مأثرة بهيدي الارت سين هونيك وعم جرب كمان اجرب فوتها اخلطها مزبوط باللي نحن بنعمله وبالشيء اللي انا مأثرة فيه لانه الاوريجينالز ما رح تعمليهم ماش ابس قررت انه انت تجمعي ستايل الغربي بكلام عربي حتى بطريقه التوزيع واللحن بتلاحظ انه اتس نوت يور تيبيكال يعني لبنانيز سونغ فور اكزامبل يعني بحب كثير وبسمعه هيك بس انه انا لإلي عم جرب اعمل شيء جديد انه ان شاء الله العالم بيقدروا توريليت ان شاء الله يكونوا عم بحبوه مثل ما شفنا انه اوريدي كثير يعني عم بيصير في تفاعل على هالموضوع بس يمكن المشاهدين بعد ما بيعرفوا نور قديش صعبه واحد يعمل غنية او ينقي غنية ويشتغل عليها وقديش في ستابس ما بتخلص وقديش في يمكن صعوبات تقطعي فيها لتوصل الى اخر صح لانه ما انا بس انك تلاقي غنيه بدك كمان تشوف بدك تصورها بدك تسوقها بدك تقدر توصل للناس بدك يعني بروسس كثير طويل وكثير صعب انا نور بدي اتمنى لك كل التوفيق واسم الله عليك صوتك رائع والاغاني اللي عم تعمليهم عم بغيروا كثير يمكن بالفن عنا هلا بلبنان بالوطن العربي in a positive way يعني. ايه اكيد ان شاء الله بدي اتمنى لك كل التوفيق بدي اشكرك على وجودك معنا وهلا رح ارجع لعندكم الي وانيتا ان شاء الله تكونوا حبيتوا نور جد يعني اول اطلاله لك بفقره تالنت لبيموني توك بس يعني زينت لنا كمان الاستوديو بهالصوت الحلو والصبيه الحلوه كل التوفيق لك ما لي اعمل مداخله يعني اول شيء كان عم اسالك كم سؤال ما خليت لي شيء ولكن نور بأول حلقة كان عنا هيك موضوع عم نطرحه أنا وزميلتي أنيتا ومع سؤال كتير بسيط عبالي أسألك إياه لشو بتحس الإنسان بحاجة لأشياء أو لمجموعة أشياء حتى يكون سعيد؟ القناعة وهيدا الجواب تكرر كتير معنا اليوم بكل الاتصالات مزبوط 100% إيه إنك تكون مقتنع بالشي اللي عندك إياه هو أهم شيء بالنسبة لها أنت مقتنعة نور؟ انا مقتنعه الحمد لله يعني مبسوطه وسعيده كل التوفيق لك نور بالاعمال الجايه good luck نور